السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. الف تريليون بليون مليون مبروك لنادي شبيبه القبائل جي اس كا، فوز مستحق ضد نادي كوتون سبور الكاميروني في مقابله الذهاب في نصف نهائي كاس الكاف، كاس الكونفدراليه الافريقيه. فوز صعب صعب جدا وشاق، لكن هنيئا هنيئا لممثل الجزائر شبيبه القبائل، الفوز المستحق خارج الديار كنتيجة جد رائعة وجد إيجابية. هذه تمهد وتسهل نوعا ما الوصول إلى النهائي. هذا شيء ما يمنعش، هذا الشيء ما يمنعش أنه مقابلة العودة راح تكون نوعا ما مفخخة وصعبة في نفس الوقت. إذا مقابلة العودة راح تكون مفخخة وصعبة مثل ما قلت، وراح نشوفوا إن شاء الله شبيبة القبائل في النهائي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الكأس يرجع لشبيبة القبائل وممثل الكرة الجزائرية الوحيد في المنافسات الإفريقية، وبالأخص منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. إذا بالتوفيق لممثل الجزائر، للكاناري، للجي اس كا شبيبة القبائل. إن شاء الله الكأس تكون من نصيب شبيبة القبائل ممثل الكرة الجزائرية الجي اس كا. موضوع اليوم راح نتكلموا على الإشاعات اللي داولت في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات، وراح نطرقوا على كل صفحات اللي تكلمت على هذه الإشاعة انه مدرب المنتخب البوركينا فاسو اتكلم على رياض محرز وهدد المنتخب الوطني وقلل من قيمة المنتخب الوطني ماله. لكن هذا الشيء لم يحدث، ولا وسيلة إعلامية تكلم معها في ما يخص الموضوع هذا، اتكلم مع جريدة المنتخب المغربية فيما قبل مقابلة المغرب وبعد مقابلة المغرب، وتطرق على مقابلة اللي داروها عن جرون مارش لحقيقة لمنتخب بوركينا فاسو اللي أدى مقابلة ولا أروع، مقابلة كبيرة ضد كوت ديفوار، ومقابلة الأخرى اللي خسر فيها بصعوبة ضد المغرب. إذن راح نتكلموا على الإشاعات اللي راهي تداول وتمشي بكثرة. أنا لما سمعتها المرة الأولى ما كذبش عليك بخوتي، أنا قلت أنا هذه قضية فيها أن بعد نبحثنا شوية وزدنا أكدنا معلوماتنا هذه، أنا حوسنا بحثنا ما لقيناش التصريح هذا، زدنا أكدنا معلوماتنا موقع مسبار اللي هو مشكور، هذا الموقع اللي طرق القضية هذه، ونشكره على الاجتهاد المبذول من قبل هذم الصحفيين الموقع اللي أكدوا أنه ما كانش تصريحات إطلاقا مع ضد المنتخب الوطني أو ضد رياض محرز مثل ما يتداول في الصفحات هذه من اجل الباز او من اجل الشهره، ما ناش عارف. نسمعوكم واش قالوا التقصي الحقيقه من قبل موقع مسبار الذي اكد المعلومه الصحيحه. تصريحات مفبركه لمدرب المنتخب البوركينابي حول المنتخب الجزائري. الادعاء: تصريحات لمدرب منتخب بوركينا فاسو كامو مالو لجريدة المنتخب المغربية حول المنتخب الجزائري واللاعب رياض محرز. هنا تتكلم على نشر عن الخبر إشاعة، وعطات الصفحات اللي تكلمت عن الإشاعة هذه والدول حتى في اليوتيوب وفيسبوك. 123 فيفا لالجيري، صفحة فيسبوك 123 فيفا لالجيري، سبور دي زاد، ماكس كوت، الملاعب العربية، كرة القدم العالمية. هذا من المواقع ولا الصفحات فيسبوك اللي مشاو الخبر الإشاعة هذه ودولوها الناس والأدهى والأمر. راح تشوفوا، خليكم تشوفوا الساعة أنه في قناة وطن جزائرية أنه مذكروا أنه مدرب بوركينا فاسو يهدد الجزائر في قناة جزائرية. اسمحوا شوفوا الساعة قبل ما نكملوا نقرأ. البارح دار تصريح يعني بروفوكاتور مدرب تاع بوركينا فاسو سيدة كامو مالو، دار مدرب بروفوكاتور، قال باللي ربما تدخل في الحرب النفسية. نعم بارك الله فيك، هاي وش حبيت نقول لك، يعني بدا من الآن الحرب النفسية، قال باللي هذا الفريق الوطني احنا قادرين نحبسوا لاسيدي تاعو، وهذا الفريق الوطني ما يقنعناش كاع، قال لك احنا لعبنا مع فريق مغربي أحسن من الفريق الجزائري. المنتخب المغربي ماهوش يعطيك أحسن. يعطيك هذا المدرب بوركينا فاسو. مثل ما شفتوا، الله غالب، احنا ما نشوش نبعثوا، احنا جينا حاجة سهلة نمشوا بها وخلاص، هاي دارت الباز ودارت إشاعة هذه دارت الباز نكملوا بها وخلاص، لكن ما نبحثوش. ها العيب نتاعنا ما نبحثوش. إذا نكملوا نقراو الإشاعة هذه اللي تداولت بصفة قوية. الخبر المتداول، تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حديثا تصريحات
لمدرب منتخب بوركينا فاسو كامو مالو في جريدة المنتخب المغربية جاء فيها عبارات مثل المنتخب الجزائري يملك رياض محرز فقط وهو من يصنع الفارق وأعدكم أننا لن نرحم الجزائر لن نرحم الجزائر. تحقق مسبار من الادعاء موقع المسبار من الادعاء المتداول وتبين أنه زائف إذ بالبحث في الموقع الإلكتروني لجريدة المنتخب المغربية لم يعثر على هذه التصريحات من مدرب المنتخب البوركينابي في حين نشر الموقع تصريحات مقتضبة للمدرب قبل مباراتي المنتخب ضد كوت ديفوار والمغرب وجاء فيها المباراة ضد كوت ديفوار لها رمزيتها الخاصة لأن البلدين صديقين وأخوان ويعرفان بعضهم البعض لفترة طويلة. أتوقع من الشبان الذين استدعيناهم لهذه المباراة وحتى لمباراة المغرب إظهار أننا كنا على حق في الوثوق بهم. بالإضافة إلى تصريحات قال فيها اللاعب ضد ساحل العاج ثم المغرب مباراتان صعبتان بالنسبة لفريق يعيد البناء ومواجهة هذين المنتخبين ليس بالأمر الهين. كنت أعلم أن هاتين المباراتين ستكونان صعبتين لكن علينا أن نمنح هؤلاء الشباب الفرصة لقياس أنفسهم ضدهم. أما بعد المباراة ضد المنتخب المغربي فنقل الموقع الإلكتروني لجريدة المنتخب المغربية تصريحات للمدرب كامو مالو جاء فيها المباراة كانت كبيرة واجهنا المنتخب المغربي الذي يتوفر على لاعبين من العيار الثقيل. لقد كانت المباراة مفيدة بالنسبة لنا إذ استخلصنا منها العديد من النقاط الإيجابية التي سنعمل على تصحيحها. بالنسبة لنا نحن نتوفر على عناصر ونحن وصلنا بنسبة كبيرة لتشكيل المنتخب الذي سيكون جاهز للاستحقاقات القادمة. يذكر أن نشر التصريحات جاء بشكل واسع بسبب اقتراب مباراة المنتخبين الجزائري والبوركينابي في تصفيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل والتي سيلتقيان في الجولة الثانية منها إلا أن التصريحات المتداولة زائفة. نذكركم أن هذا المدرب كان عنده تصريحات سابقة في فيفري 2020 ونقلتها الصحف الجزائرية منها الصحف صحيفة نهار وصحف جزائرية كاملة نقلت الخبر هذا نقلا عن الإذاعة الجزائرية الدولية. إذن نقرأه في وقت سابق في فيفري 2020. مدرب منتخب بوركينا فاسو التأهل للمونديال ليس من أهدافنا. مش معناه هذا العيب هذا العنوان هذا يقصد لي أنه باش يبعد الضغط على منتخب بوركينا فاسو. كشف مدرب منتخب بوركينا فاسو كالو مالو أن التأهل للمونديال قطر 2022 لا يعتبر من الأهداف المسطرة لمنتخبه. وصرح كالو مالو للإذاعة الجزائرية الدولية نحن بصدد تكوين منتخب جديد والتأهل لمونديال قطر ليس من أهدافنا. وأضاف مدرب منتخب بوركينا فاسو نحترم المنتخب الجزائري لكن هذا لا يمنعنا من الدفاع عن كامل حظوظنا. وفي الأخير أكد المدرب كالو مالو أنه لا يوجد أي ضغط مفروض على منتخبه في هذه التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. كخلاصة مجرد الإشاعات هذه اللي قلت من اللي ذكرتها المواقع هذه ولا الصفحات هذه من أجل تقليل زعماء وبداية الحرب النفسية بين المنتخبين ويعني باش نديروا الشحنة وهذه المشاكل هذه اللي نحن في غنى عنها. احنا عندنا منتخب قوي منتخب نتاعنا بين في الوديات الأخيرة راح نقابله منتخب بوركينا فاسو منتخب محترم منتخب منظم منتخب يملك نجوم منتخب لا بأس به منتخب لدار مقابلة ودية ولا أروع ضد كوت ديفوار وأحرج أيضا المنتخب المغربي في دياره. إذن راح تكون مقابلة راح نقدمه وش عدنا وراح إن شاء الله نتأهلوا بها لمقابلة السد اللي راح تكون مع كبار القوم في أفريقيا وإن شاء الله نروح لكأس العالم. إذن كفانا من الهرولة من أجل صنع الشهرة أو الباز كما نقول. إذن لحب الشهر العام طويل. إذن في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.